طب ارجع ورا هوا، ارجع ورا يا محمد. إذا نتابع معكم مشاهدينا في هذه الصور، حيث مراسم تشييع جنازة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بمشاركة واسعة وكبيرة من مجموعة من الدبلوماسيين والممثلين عن الوزارات والهيئات والمؤسسات المجتمعية وقادة حاليين وسابقين. أيضا نتابع في هذه الصور المشاركة الرئيسية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في هذه الجنازة، وأيضا يقدم في هذه الأثناء واجب العزاء لعائلة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك. الآن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يغادر مراسم التشييع بعد انتهائها واكتمالها.